جهه ما تدريش ما تريش مخك معوج يكونترول ايه كبر لوج. مرحبا، اليوم باش نحكيو على نهايه الامبراطوريه الرومانيه. في قديم الزمان فما بلاد اسمها روما اللي ولات اهم امبراطوريه في العالم، وكيما نعرفوا الناس الكل كي ننزلوا كنترول اف نلقاو اللي جول سيزار اشهر امبراطور نتاع روما قولته انا فيديفيتشي. الجيش الروماني هو اول جيش ما كانش يمن بنظريه الرافع، ما كان يكون الجيش نتاعو من ميليتير قدم على خاطر عندهم الاكسبيريونس وعندهم السلاحات اللازمه، وزادة يبداو موتيفي باغ الخلاص. الخلاص علي انا حد ما يخلص. مي لي روما ما كانوش كو دي غيري، كانت عندهم برشا حكايات اخرى كيما باغ اكزومبل بناو 200 تياتر واغان في كامل الامبراطوريه الرومانيه. لي زارين هذوما كانت تمشي فيهم عائلات تتفرج في الشو نتاع رجال تقتل في بعضها وحيوانات تمشمش فيها. الامبراطور اوغوست اللي طيح عليهم الكل ب 10,000 مشارك و 3500 حيوان اللي ماتوا في نهار برك، شيء يوقف في المخ. وزادة سانز اوبليي 350 الف كورنو جلاس و 25 الف ايترا جازوز تاع فرنسا. لي روما على قد ما عملوا غزوات وخربوا بلدان ساهموا في ترويج برشا حاجات كيما الكياسات والمادات اللي نمشيو عليهم تو، وما ننساوش زادة اللي هما اسسوا المنظومه القضائيه ونشرها في الحوض البحر الابيض المتوسط، واهم حاجه لي زامبو الاداءات. ما وقتها اللي ما خلص دوزيام غابيل نتاعو يلوحوه للسيوده ملغي قوه الامبراطوريه الرومانيه اللي انها كانت عندها مشكله جايتها من الغرب. لي بغباغ، لي بغباغ كانوا مقلقينهم على الحدود من اللي خلاهم يحاربوا بعيد على روما. روما اللي تتيح تحت حكم نيرون كاليجولا ايكوموت لامبور تاع فيلم اللي مثل فيه روسيل كرو. الامبير رومان فيه في عهد تيودوس بروميي في عام 395 من بعد ما تقسم على زوز، الامبراطوريه الرومانيه نتاع الشرق والامبراطوريه الرومانيه نتاع الغرب. وتوا نقول لكم بالسلامه، استناونا في حلقه جديده في كنترول اف. جهه ما تريش مخك معوج في كنترول اف برا لوج.